السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم مميز جدا في منطقة يالنجك، أرقى مناطق طرابزون وأفخمها. عرضنا في مشروع اسمه إيشيان كونتلارا. المشروع عبارة عن عدد معين من الأبراج متوسطة الارتفاع، 4 أدوار، في كل دور موجود شقتين. خدمات مميزة موجودة في المجمع هذا، بالإضافة إلى أنه مساحات واسعة بين الأبراج عشان يسمح لنا بالإطلالات المميزة للشقق. الخدمات اللي موجودة في المجمع عندنا مسبح مغلق، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة على أطراف المجمع، وما ننسى أيضا أنه موجود سيكيورتي، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، مساحات خضراء، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مسبح مفتوح، بالإضافة إلى المواقف للسيارات. والشيء المميز أيضا أنه موجود كراج أو موقف مخصص لكل شقة مرقمة في الدور الأرضي. يعني عندنا مثلا 4 أدوار، 8 شقق، لكل شقة موقف مخصص. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة يالنجك زي ما قلت لكم، مقابل فندق رمادا وموفنبيك. المسافة بين الموقع والمطار 2 دقيقة، وبين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، وبين الموقع والميدان 10 دقائق. هذا من الجهة الشرقية. إذا جينا الجهة الغربية عندنا المسافة بين الموقع جواهر مول أعتقد 10 دقائق. يعني موقع مميز جدا جاي في المنتصف، ومقابل فندق رمادا، الفندق السياحي المعروف رمادا وموفنبيك. تعالوا مع بعض نشوف تفصيل ومساحة الشقة على أرض الواقع وإطلالتها المميزة. خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الأول، شقة 4 غرف صالة، مساحتها 217 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، عندنا الانترفون ومنطقة خاصة بدولاب الأحذية والعبايات، نقدر نغطيها المنطقة هذه اللي هو تمديدات التدفئة، منها يكون دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارنا على طول، يسار مدخل الشقة، دورة المياه الأولى بنظام أرضي، حتى مستخدمين الأدوات الصحية مع السيراميك، ألوان بيجية ممتازة جدا. منطقة كبيرة للتوزيع الغرف اللي هو الكوريدور، تمديدات الغاز الطبيعي واصلة للمجمع زي ما انتم شايفين، يعني منطقة مخدومة بالغاز الطبيعي. نتوجه إلى الصالة. مساحة الصالة 30 متر مربع، أقدر أقول مساحة جيدة، وعندنا الأرضيات كلها، الشقة بالكامل، الممرات مع الصالة مع الغرف، باركيه درجة ممتازة، واجهة زجاجية بالكامل، إطلالتها على المجمع، وعندنا إطلالة بحرية أيضا. نتوجه مع بعض إلى البلكونة نشوف المساحة. مساحة البلكونة زي ما انتم شايفين مساحتها 2.5 × 3 أمتار تقريبا، جاية على شكل ركنية البلكونة، وإطلالتها المميزة على البحر إطلالة رائعة جدا، ونقدر نشوف المطار أيضا من البلكونة. من البلكونة نتوجه إلى المطبخ. شوفوا ما شاء الله تبارك الله مساحة المطبخ الكبيرة. المنطقة اللي أنا متواجد فيه منطقة السفرة، وعندنا هنا المطبخ. المطبخ جاي على شكل L زي ما شايفين، وفي قطعة إضافية هنا، منطقة خاصة بالفرن والثلاجة. دواليب ممتازة جدا، نوعية جيدة وراقية. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرفة ممتازة، 3.5 × 4، تعتبر غرفة جيدة بالنسبة لهذه الشقة. عندنا المنطقة الصغيرة هذه نقدر نخليها مثلا منطقة خاصة بالغسيل أو مخزن،
تقدر تحطوا فيها أرفف وتستخدموها كمخزن. بجوارها عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، مساحتها جيدة، مروش، وعندنا الكلوزت والمغسلة كمساحة دورة المياه ممتازة جدا. مقابلها عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية تقريبا نفس الغرفة الأولى، مساحتها 3.5 × 4، وإطلالتها جاية إطلالة جانبية على البحر. المنطقة هذه مجهزينها خاص بمنطقة الغسيل، يعني نقدر نحط دولاب مخصص لهذه المنطقة، منها رفوف ومنها تكون منطقة خاصة بغسالة الملابس. نيجي هنا على الغرفة الثالثة، تعتبر هذه الغرفة ماستر روم رقم 2، ماستر روم رقم 1 بجوارها لها بلكونة خاصة فيها ودورة مياه. لو تلاحظ دورة مياه متكاملة بمروش وكلوزيت ومغسلة، وعندنا بلكونة خاصة فيها، بلكونة صغيرة تقريبا 1.5 × 1.5 متر، إطلالتها على الجهة الخلفية. نتوجه إلى الماستر الروم الرئيسي، هذه غرفة النوم الرئيسية، مساحته ممتازة، منطقة خاصة بالسرير، وراها بالضبط عندنا المكان اللي هو منطقة الدريسنج روم، ولها أيضا بلكونة صغيرة جانبية. يعني عندنا في الشقة هاي 3 بلكونات، بلكونة أمامية رئيسية، والماسترين الروم لها بلكونتين خلفية. منطقة الدريسنج روم ما شاء الله منطقتها كبيرة، نقدر نحط دولاب كبير أو أرفف، لنا حرية الاختيار. وهذه الدورات المياه الخاصة بغرفة الماستر، بغرفة النوم الرئيسية. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، مساحتها 217 متر مربع في منطقة يالنجك إيشيان كونوتلاند. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.